مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد وعلاجات فعالة لسرطان الكبد بالمجان بمصر، ومصر تستكمل رحلاتها الناجحة في القضاء على فيروس سيء وتحت شعار صحة المصريين فوق كل شيء. وزارة الصحة تعلن عن مبادرة رئاسية جديدة خاصة بسرطان الكبد، فدعونا نتابع تفاصيل هذه المبادرة وتفاصيل العلاج الجديد والفعال الذي أعلنت عنه وزارة الصحة من خلال هذه التغطية. في إطار رفع شعار صحة المصريين فوق كل شيء، تم إطلاق مبادرة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى، وذلك لاكتشاف الحالات المحتمل إصابتها بسرطان الكبد من مرضى التليف. وأكد دكتور محمد مساعد وزير الصحة أن لشؤون المبادرات الرئاسية الجديدة أن التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية في الفترة الماضية أن هناك 118 ألف مريض من المصابين بتليف الكبد تم اكتشافهم ومتابعتهم داخل المراكز التابعة لوزارة الصحة، وهناك ضعف هذا العدد مازال غير خاضع للتشخيص والمتابعة. والمتابعة هو التحدي الذي تسعى الوزارة إلى إنجازه من خلال مبادرة معا لبر الأمان. أيضا أشار مساعد وزير الصحة إلى أن كافة الخدمات التي تقدم من خلال مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد تتم بالمجان، سواء للخاضعين للتأمين الصحي أو غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي، وذلك عن طريق قرارات نفقة الدولة. ووضح أن أبرز الخدمات المقدمة من خلال المبادرة تتمثل في متابعة كل 4 شهور يتم في كل مرة عمل دلالة أورام وسونار على الكبد بالمجان، ولا يتحمل فيها المواطن أي تكاليف نهائيا، حيث خصصت الوزارة لملف المتابعة والفحص 40 مليون جنيه، وهو رقم ليس بالصغير، لكن الدولة المصرية تضع صحة مواطنيها على رأس الأولويات. أيضا هناك العديد من العلاجات المعتمدة من وزارة الصحة فيما يخص مرضى سرطان الكبد، والتي كشف عنها مساعد وزير الصحة، وقال أن هناك العديد من علاجات فعالة تتمثل في تدخل جراحي باستئصال وزراعة الكبد أو عن طريق التردد الحراري، وعلاجات أخرى للحالات المتوسطة عن طريق القسطرة الشريانية. أيضا يوجد بعض العلاج الذي يأخذ عن طريق الفم وتم إدخاله ضمن البروتوكول العلاجي من عام 2023، هذا بجانب الأدوية المنعية التي تتم عن طريق الحقن أو وهو متواجد بالفعل، بالإضافة إلى جيل جديدة من الأدوية المناعية سيتم إدخاله خلال الأيام القليلة المقبلة، وجميع العلاجات متواجدة في مراكز العلاج بالمجان، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على نسب كبيرة من المرضى بالشفاء وتقليل المضاعفات والوفيات لمرضى سرطان الكبد. ومن ضمن معايير الإشهاد الذهبي أن يتم تشخيص 80% من إجمالي الحالات التي خضعت بالفعل للمسحة الطبية على الأقل، وهو ما حققته الدولة المصرية، وقامت بعلاج 70% من الحالات التي تم تشخيصها. ونوضح أنه من خلال حملة 100 مليون صحة للكشف وعلاج فيروس سيء، ومن خلال قاعدة البيانات، فإن هناك 250 ألف مصري مصابين بالتليف الكبدي، وتلك الفئة بمثابة قنابل سواء على مستوى الدولة أو الفرد من خلال المضاعفات التي تحدث لتلك الفئة من فشل كبدي. مشاهدينا، في النهاية تسعى مصر وتبذل جهودا كبيرة للاهتمام بصحة المواطنين، وهذا ما نراه يتحقق بالفعل ويتحقق فعليا على أرض الواقع. تمنينا بالسلامة للجميع. انتهت تغطيتنا، نشكركم على طيب المتابعة. كنت معكم ملك ريان، شكرا لكم وإلى اللقاء.